قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج رايحة، حلقة مميزة بعنوان عيد الصعود الإلهي، حيث ركز الحوار على معنى الصعود ومجده العظيم، بالإشارة أيضا إلى أهمية هذا العيد المكمل لرسالة السيد المسيح على الأرض القائم من بين الأموات والصاعد بمجد إلى يمن الآب في علياء السماء. فإلى هناك أبونا، يعني هون بيجي التساؤلات دائما خلال ما منردد بقانون الإيمان عن موضوع الصعود، أن الله يعني مفيش إشي إنه يصعد وينزل، الله موجود بكل مكان، مفيش إشي صاعد وإشي نازل وإنه موجود هو بمكان، هو موجود بكل مكان في العالم أو في هذا الكون. فموضوع الصعود هو مثل ما ربنا يعني شرح لنا، مش ربنا شرح لنا يعني القديسين والفلاسفة اللاهوتيين، أن الصعود كجسد، لأنه يسوع تجسد بالله، لكن بالزبط. هو مظبوط قامه من بين الأموات، أقام نفسه من بين الأموات، قام هو. فلكن هذا الجسد النوري الإلهي اللي كان ممجد فيه على الأرض بعد القيامة هو الذي صعد، هذا الجسد صعد إلى السماء. وفكرة الصعود يعني إذا بدك تيجي على عملية إنه الجاذبية الأرضية وهيك، عم تثبت لك إنه هذا الجسد اللي صعد هو مش مادة، يعني تتصعد لأنه الجاذبية الأرضية ضد الصعود بالشكل هذا، يعني أنك أنت تصعد من نفسك هيك صعود من دون موتور، من دون انجن، من دون محرك، من دون طاقة تعطيك الدفع، مش طيارة هو، ولا أنه يصعد حاله بنفسه، بيثبت أنه هذا الجسد هو جسد قائم من بينه، هو جسد إلهي ممجد. يعني فموضوع أبونا المجد والتمجيد، أنا في يعني من خلال دراستي للكتاب المقدس الإله الممجد كان هو الممجد من خلال المجد الإلهي، ظهر لنا في أنه يولد من عذراء، والمجد الإلهي ظهر لنا من خلال قيامته، لأنه من يقيم نفسه من بين الأموات؟ من يقيم نفسه غير الله؟ يعني هو الذي من أقام يسوع المسيح، هو أقام نفسه، ومش زي إليعازر مثلا، يسوع هو الأقامة من بين الأموات أو قيامة الموتى، لكن هو أقام نفسه فهو بده يكون إله. والموضوع المجد الثالث هو الصعود، يعني الصعود أظهر لنا ربنا بهذا الصعود المجد الإلهي وقوته وعظمته، يعني بطل في هذا المشهد الصعود الإلهي، بطل المشهد الجسد اللي أو الإله اللي أخذ الجسد المتواضع وولد بمذود وعاش فقيرا وضربوا ولطموا وأهانوا وصلبوا وقتلوا، بطل هذه الصورة، صارت صورة الإنسان العظيم الممجد القوي، الإله القدوس القادر على كل شيء، يعني اللي هو مالك الكون وهو خالق السماء والأرض وهو المسيطر على كل هذا العالم، يدين في النهاية الأحياء والأموات، هو القادر على الإدانة، هو الوحيد القادر على الإدانة. في دائما احنا بنحكي الميتافيزيك والفيزيك الطبيعي، الأشياء اللي زي ما حكيتيها نيوتن بحكي 9.8 بالعشرة متر لكتان، القانون التسارع والجاذبية وكل اللي درسناه بالمدرسة والجامعات والهاي الأشياء الفيزيائية اللي بتقول لك الإنسان ما بيطير ولا بصعد لحاله، هاي الفيزيائية. لكن الكتاب المقدس يعطي البعد اللاهوتي، واحنا لما بندرس اللاهوت بنحكي انه هي نوع من انواع الفلسفه، وبالتالي المعطيات اللوجيك اللي بتتعاملي فيها ما بتكون هي بالمعنى الماث 1+1 بيساوي 2، احنا بنقول 1+1 بيساوي 3 باللاهوت، لما بنقول اجتمع باسمه وجورج فيسوع ثالثهم،
فواحد زائد واحد ما بيساوي اثنين، بيساوي ثلاثة مع يسوع. فبالتالي في بعد الميتافيزيك، البعد اللي يسمو عن التفسيرات الطبيعية العادية اللي نحكيها بالرياضيات. هلأ منذ البداية ومنذ البشارة، منذ البداية ومنذ البشارة تجاوز الرب الإله مواثيق الطبيعة. العذراء تحبل وتلد وتبقى بتول قبل الولادة، أثناء الولادة، بعد الولادة. هنا خص الله ابنه ووالدة الإله بنمط مختلف عن النمط اللي انخلق فيه من آدم وحواء ليومنا هذا. نعم. إنه عذراء تحبل وبتلد وتضلها عذراء. فهي أول تجاوز مسكنا، مسكنا بالإنجيل أول تجاوز للطبيعة، طلعنا على الميتافيزيك. بعدين بولد بدون أب بشري، هي تجاوز رقم اثنين، إشي خارق للطبيعة. كل الثلاث سنين اللي بشرهن يسوع لا يخلو حدث من خارق للطبيعة، من الإعجاز. بمشي على المية، شو بمشي على المية؟ وين بالفيزياء كيف بدنا نثبتها مشاعر المية؟ نعم. والحقيقة معجزات وإعجاز أحداث الإنجيل اللي مش مفارقة غريبة، ولكنها يعني شاهد عيان. يوستينوس المؤرخ يهودي ومات على الدين اليهودي بالمناسبة، كتب عن انه في شخص اجى بالتاريخ. احنا ما بنحكي بس لاهوت وميتافيزيك، احنا بنحكي وحتى التعاليم والديانات والمذاهب حتى اللي اجت بعد المسيحية. احنا بنحكي اليهودية اللي قبلها، حتى القرآن في الاسلام بيأكد على هذا الاعجاز. تخيلي لوين، يعني اليهود عم بيحكوا، مؤرخينهم عم بيحكوا عن يسوع، القرآن بيحكي عن المسيح، نفخة من روح الله. يعني كل المحيط اللي حوالينا بيأكد حقيقة تاريخية انه يسوع اجا وعمل هيك. انا بعتبر انه الصعود مثل عملية فطام للتلاميذ 100%. يعني انه الله تركهم عشان هم يشتغلوا، لانه الله حضرهم خلال وجوده على الارض وما تركهم بعد القيامة، قعد معهم 40 يوم وهو يعلمهم يفهمهم، بس بنور القيامة وبقوة ومجد القيامة لما بيشاهدوا انه هذا اللي انقتل قبل كم من يوم وقام وهلا هو معنا عم بياكل وعم بيمشي معنا عم بيحكي معنا عم بيسهر معنا عم بيقعد معنا عم بيشرح لنا، فكانوا متنورين أكتر، يستوعبوا أكتر، يفهموا أكتر، صار يفتح لهم أفاق أكتر، يشرح أكتر، فصاروا يفهموا لما ينحكى لهم. فآن الأوان أنه يرتفع عنهم هلأ يعتمدوا على نفسهم بنشر الرسالة ونشر تعليم يسوع لإلهم. فأنا عم بحكي أنه الصعود هو بدء فطام، كلمة الأم بتفطم ابنها وبتخليه يعتمد عليها، كان يعتمد عليها بالأكل دائما، لأنه يسوع خلال تعليمه 3 سنين وهو مع التلاميذ كان كل شيء هو اللي يعمله طبعاً. التلاميذ كانوا بس بينفذوا أوامره أو عم بيتعلموا عم بيشوف، ما كانوا يعملوا شيء. يعني كانوا يقول لهم ارموا الشبكة، روحوا هون، تعالوا هون، حتى متى أكونوا معكم، يعني حتى متى أكونوا معكم. فموضوع هذا الفطام والاعتماد على الذات، من هنا كانت قوة رسالة السيد المسيح بعد صعوده إلى السماء، إنه حضر التلاميذ إنهم ينطلقوا برسالتهم، يعطاهم الثقة. فنحن أبونا من خلال صعود السيد المسيح أيضا علينا أن نمتلئ من هذا المجد الكبير، إنه هذا الإنسان اللي أنا بضلني أقول أبونا والناس بتحكي لي تقول لي إنك أنتوا بضلكم تحكوا نحن بعدنا بالجمعة الحزينة، نحن بطل عنا جمعة حزينة في كنائسنا، بطل في إحنا الجمعة الحزينة هي ذكرى هذا الحدث، لكن نحن عنا مجد القيامة وهي جمعة عظيمة، الجمعة العظيمة صارت بدل الحزينة، وما نضلنا إحنا عنا أحد الفصح، أحد القيامة وأحد مجد القيامة. ومجد الصعود هو مجد آخر أظهر لنا إياه لحتى يأتي سيد المسيح بمجد ثاني اللي هو مجد الأخير اللي يدين الأحياء فيه والأموات، سيأتي على سحابة
ويأتي ليأخذ معه كل هذه الأجساد الممجدة.